شايفين العربية اللي قدام دي، دي العربية الإغاثة. العربية واقفة لأن في إصلاحات على الطريق، أو هم بيشتغلوا في حاجة على الطريق، فالعربية واقفة عشان تبعد العربيات زي ما انتم شايفين عن مكان الشغل اللي هم فيه. السهم منور بحيث ان انت لو جاي من الحارة اللي انا فيها دي او الحارة التانية تبعد وتاخد شمال. برضو نفس العربيات دي بتقف لما يكون في حوادث. اليافطة اللي تحت دي اللي انتم شايفين السهم اللي بيتحرك فيها دي، بيكتب عليها سبب العربية واقفة ليه، حادثة ولا اصلاح ولا لو في حاجة، وبيبتدي برضو يبعد العربيات عن المكان اللي فيه المشكلة.